طبعا انا كنت اعاني من مشكله كبيره جدا بالايفون مالتي لان كان 16 جيجا، وهو منكم من يسالوني قالوا لي ترى جهازك 16 جيجا واحنا اجهزتنا 16، شنو الحل؟ حبيبي الحل مركز انور اللي موجود بشارع الرباعي، هنا انا راح يبدل لك الهارد مالتك، انا بدلوا لي الهارد مالتي من 16 الى 128 جيجا، تخيلون هذا الشيء؟ واذا كان عندي جهاز مقفول اي كلاود وهم فتحوا لي جهاز الاي كلاود مالتي، يعني اذا تريدون كل شيء عندهم متوفر حول الابل، تبديل كلاسات، شاشه، شاصي، مدري منو، تفتح اي كلاود، يرفعوا لك الذاكره مالتك، وروحوا لهم يا اصدقائي الكرام، خليكم الرابط مالتهم، كل المعلومات مالتهم، ورابط القناه مالتهم بالوصف، تروحوا لهم وتقولوا لهم اذا عندكم كانت مشاكل، واقول لهم احنا من طرف مصطفى فيصل ولا تفشلونا ويا العالم، انا ادري بك عامره الان قاعد تباوع لي، بالاضافه لاصدقائي انهم قدموا لي لفه خرافيه اسطوريه، اطلبكم لفه عامر، انت تطبع عليه، انا ادري بك انت تطبع عليه، عامر اطلبك لفه واطلبك حافظه بها بطاريه. قبل ما انهي الفيديو قبل ما انهي الاعلان، شكرا قلبي علاوي على الجهاز، روعه عاشت ايدك، فعلا استخدمته صار 4 ايام روعه، شكرا لك حبيبي علاوي وبالتوفيق لك.